المستشفيات الجامعية رصدت أي حالات موجودة أبدا وإزاي بالعكس. يعني احنا خلينا نوضح بس لمشاهدين حضرتك ايه هو القطر الاسود. اتفضل القطر يا فندم. الاسود ده يعني الفطريات عامه دي احنا عايشين في وسطيها كلنا، بنشوفها وبنتعرض ليها كل يوم في حياتنا اليوميه، ولكن الفطريات بصفه عامه ما بتصيبش الانسان اللي مناعته يعني عاديه، عاليه اقول حتى قويه، لا حتى اللي مش عاليه، المناعه العاديه. جسم الانسان متعود ان هو من خلال التوازن ما بين الميكروبات البكتيريه والميكروبات الاخرى والفيروسات والفطريات ان بيحصل توازن طبيعي، لكن عندما يكون هناك هبوط في المناعه بشكل شديد نتيجه الكورونا او نتيجه اخذ عقاقير زي المضادات الحيويه اللي احنا بناخدها بدون وعي، او مضادات الكورتيزون او ادويه الكورتيزون او اللي هي بتهبط المناعه، ومن خلال برنامج حضرتك ده يقول لنا رسالة مهمة جدا، أرجوكم محدش ياخد مضادات حيوية، محدش ياخد أدوية للكورتيزونات من غير استشارة طبيب ومن غير ما يكون في يعني حد بيتابع للحالة، لأن الكورونا مع المضادات الحيوية الغير واعية مع استخدام الكورتيزون بدون إشراف طبي كامل ده بيؤدي إلى نشاط للفطريات اللي من ضمنها الميوكور مايكوزيز أو الفطر الأسود اللي ممكن إن هو يؤدي إلى. طب السؤال، هل ده بيأدي؟ لا ما بيعديش، لانه زي ما قلنا ان هو بيصيب الناس المرضى او بيصيب الناس اللي هم عندهم بعض المناعات او بعض المشاكل في المناعه، او اللي اصيبوا بكورونا ومناعتهم ضعفت جدا ومع المناعه الضعيفه هم مش بياخدوا بالهم. طب احنا عملنا ايه؟ الحقيقه احنا بالنسبه لنا في المستشفيات الجامعيه اول حاجه علمنا ازاي تشخص، علمنا الطاقم الطبيه بتاعتنا ازاي يتعرفوا على تشخيص حالات الفطر الاسود في بدايته علشان لا يصل الى مرحله تبقى صعب معاها العلاج. اثنين، ان احنا وفرنا العقارات وفرنا العقارات اللازمه في كل المستشفيات الجامعيه للتعامل مع اي حاله اصابه بالفطر. هناك ادويه معروفه جدا بتتاخد ضد الفطريات، اذا اتاخدت بدري ممكن انها تعمل نتيجه. ثلاثه، اكدنا على عدم استخدام المضادات الحيويه والادويه المثبطه للمناعه زي الكورتيزون بدون اشراف طبي. وقلنا للناس لو سمحتوا يعني خلي بالكم من بروتوكولات العلاج، علشان نضع في بروتوكولات العلاج اذا المريض اخذ مضاد حيوي او كورتيزون فتره طويله ان يتم استخدام بروتوكول خاص بعلاج الفطريات معاهم. فاذا احنا عندنا وعي كامل، المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه اصدر دلائل ارشاديه تتعلق بالتشخيص وبالعلاج وعممناها في كل المستشفيات، وبالتالي احنا فعلا يعني استقبلنا بعض الحالات وتم التعامل معها في ضوء طبعا اختلاف الحالات من وجودها معها. فاحنا يعني مستعدين تماما لهذا الموضوع. يعني افهم من كده انه في حاله استعداد يعني لاي حالات ممكن تظهر واستعداد على اعلى مستوى. الموضوع ما هوش غريب بالنسبه لنا الموضوع. انا عايز اقول لحضرتك ان من ضمن التميز اللي مصر عملته ان جامعه المنصوره نشرت بحث قبل ما يظهر كلمه الفطر الاسود ده يمكن بشهرين على واتنشر في مجله عالميه تحت يعني مركز كبير، ان ازاي المشاهدات اللي احنا شفناها في الجيوب الانفيه والاصابه بالفطريات المختلفه. وبعد الكلام ده بحوالي شهرين ظهر عالميا موضوع الفطر الاسود. فاحنا يعني عندنا استعداد وعندنا تعامل مع هذه الحالات بشكل فيه جاهزيه كبيره جدا.